هي تشكيل نادي كرة يد بخصور السيف، أكيد باش يقدم الإضافة. حمودة، حمودة إلى بكار، بكار مرة أخرى إلى برحومة، بكار والهدف ممتاز. بكار ممتاز، بكار 5-3. ترجع على كرة للترجي، عبد الكرة، تعود الكرة للترجي الرياضي التونسي، عبد الحق بن صالح، عبد الحق ممتاز الدفاع، اللاعب في راس الجليدي، ترجع على كرة سليم برحومة، سليم بكار، بكار ممتاز الدفاع من اللاعب أشرف المرغلي، وإقصاء ثاني على الترجي الرياضي التونسي. أمين جديدة، تعود الكرة، تسرع فيها بنور، تعود الكرة لنادي كرة بخصور السيف، هذا بن عامر، بن عامر إلى بكار، بكار ممتاز الهدف من توفيق بكار، يعطي التقدم لنادي كرة يد بخصور السيف. دوران بنور، محمد علي بحر، بحر إلى العبدلي، العبدلي المساكني، وقطع كرة من بكار، قطع كرة من بكار. المرغلي أشرف يعدي كرة، يلعب مع أحمد بنور، أحمد بنور والدفاع من بكار، عدي العبدلي مرة أخرى، هادم بن عامر، هادم بن عامر، ترجع له كرة العبدلي، توفيق بكار أو العبدلي، بكار، بكار ممتاز جدا بكار، يصعد بكار ويسجل النقطة رقم 20، 21-20 في 41 دقيقة لعب لنادي كرة يد بخصور السيف، فرصة لتعديل النتيجة من جانب نادي المكان. هاند بن عامر، توفيق بكار، محمد أمين العبدلي، بكار ترجع له كرة مرة أخرى البكار، وتعادل 21-21، نقطة بنقطة إلى حد الآن بين ترجي الرياضي التونسي. إلى توفيق بكار، هادم بن عامر، بكار ترجع له كرة العبدلي، بكار، بكار ممتاز الصعود من توفيق بكار، ويسجل النقطة رقم 22-23 لصالح الترجي الرياضي التونسي. العبدلي سليم يلعب كرة مع توفيق بكار، حكيم اللوزي، حكيم إلى توفيق، محمد أمين العبدلي، العبدلي لبكار، بكار ممتاز المرور ويعدل النتيجة 23-23، التعادل يرجع ويعود مرة أخرى في المباراة. الكرة لسالم.